يعانقها الوسن. يا هذا الداعي أيقظنا ثانية فالعالم محن. وقرانا حاصرها جد وانشغلت بالفوضى المدن. العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن. واضطربت في البحر السفن. يا هذا الداعي ساعدنا قد دب بساعدنا الوهن. اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن. اختلط الحاضر والماضي والتبس السيئ والحسن. الله الله شام تبدو أو يمن. اكشف برؤاك لنا الآتي نحن ببلوانا نمتحن. شدد دعوتنا للمولى شددها تنصرف الإحن. نرجع لله من المنفى فالله الله هو السكن. يا محمد يا غزالي. صالح كيف حالك؟ الحمد لله، وصلتني أخبارك وعلمت أنك أصبحت من أصحاب الكتب القيمة في الفقه. سعيد بما وصلت إليه يا أخي. الكلام لا ينفع في السوق، نتقابل في المدرسة التي تعلمنا فيها سويا. سأنتظرك في رعاية الله. هذا هو البيت الذي عشت فيه صغيرا. محمد هنا بيت أمي فاطمة، ستسعد بنا. هيا. السلام عليكم. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا ولد؟ الحمد لله. الحمد لله. أوحشتني يا حبيبي. وأنت أيضا أوحشتني يا أمي. تعال تعال يا حبيبي. لا تخجلي. تفضل. الله 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 الله، كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. أين عم نوح؟ يا نوح يا معلم نوح، تفضل تفضل. أخيرا يا محمد. الحمد لله على سلامتك. سلمك الله يا عمي. كيف حالك؟ بخير يا ولدي، بيتنا زاد نورا. أشكرك يا عمي. ما اسمك يا زوجة ابني؟ اسمي سعادة. عرفت كيف تختار يا محمد. هيا يا فاطمة، عندي لهم الطعام والشراب، لابد أنهم متعبان من السفر. حالا سأجهز كل شيء، اذهب أنت لقضاء حوائجك ولا تتأخر يا نوح. بإذنكما، لن أتأخر. تفضل تفضل تفضل. تعالي تعالي يا حبيبتي، تفضلي اجلسي. سعادة احكي لي، أريد أن أعرف كل شيء عنك. احكي لأمي على كل شيء، ها؟ وأنا سأنادي على أحمد. سأناديه أنا لك. انتظري أنت، انتظري، سأنادي أنا عليه. احكي لي يا سعادة. أحمد يا شيخ أحمد. محمد. صالح، ما هذا الجمع؟
ما كل هؤلاء الناس؟ لقد أعددت مفاجأة لأخيك، فلا يمكن أن يأتي إلى موطننا دون أن يفيد الناس. مفاجأة يا رجل، لقد كان الموعد بينكما فقط. سنجلس معا بعد أن يلتقي بالناس. ها هو قد جاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، لقد دعا صالح أهل طوس ليستمعوا إليك. إنهم أهلك ولهم حق عليك. نعم نعم. ربما كان غير مستعد. مستعدون إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. السلام السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ السلام عليكم جميعا. اشتقنا إليك يا شيخ. وأنا أيضا اشتقت إليك. لله على سلامتك. سلمك الله، بارك الله فيك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، اجلسوا تفضلوا. قد اشتقت إليكم كثيرا. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحدثكم اليوم يا أصدقائي عن أمر يشغل الناس جميعا وقد جعله الله ركنا من أركان الإيمان. أحدثكم عن البعث، والبعث هو إحياء الله للموتى يوم القيامة، ويسمى يوم القيامة بيوم البعث. والبعث حق لقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وإنكار البعث كفر والعياذ بالله، لقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقوله تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ويقول جل وعلا عن الذين كفروا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. صدق الله العظيم. ويقص علينا سبحانه وتعالى من القصص ما يدل على أن الشك في البعث متكرر، أولاها ما جاء في سورة البقرة. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. صدق الله العظيم. ومما رواه سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام وهو نبي وإيمانه ليس محل شك، سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وجزاك الله عنا خيرا. أكمل يا إمام. عفوا مولانا الإمام، هل يبعثنا الله بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ عظيم عظيم. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقول جل وعلا في سورة يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال في سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. صدق الله العظيم. وكما نرى أن الخلق بالروح والجسد، ومما روي في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. عفوا يا شيخ محمد، هل أعطى الله القدرة على البعث لأحد من البشر؟ الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة على إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، ولكنه لم يعطي أحدا
القدرة على الخلق من عدم. وضعت الإجابة. نكتفي بهذا القدر يا إخوة الإسلام، لقد أنهكنا الرجل. هيا محمد إلى مكان آخر. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. حدثيني عن نفسك يا سعدة، حدثيني بالتفصيل. الحديث طويل يا شيرين. ما كنت أظن أني سأرى هذه البلاد ولو في خيالي. لما؟ بنت عاشت حياتها كلها في بلاد الأندلس، آخر بلاد المسلمين من الغرب. كيف يخطر بخيالها أن تدور بها الأيام حتى تتزوج وتعيش في فارس؟ هل تشعرين بالغربة يا سعدة لأنك تركت بلادك؟ قليلا، فقد اكتشفت معنى جديدا. اكتشفت أن الإسلام وطن، اكتشفت أن الإسلام وحد هذه الأمة من مشارق الأرض لمغاربها. فالثياب مثلا، رغم اختلافها بين الأندلس وفارس، تحكمها قواعد واحدة، هي القواعد الإسلامية، والقبلة التي نصلي إليها واحدة، وصلاتنا هنا وهناك واحدة، واللغة التي نقرأ بها القرآن واحدة. إن هذه الوحدة تدعو للاندهاش. هذا معنى قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أنا رأيت هذه الوحدة بعيني. روح، ماذا هناك؟ ظننت أنك ذهبت لسماعي ولدينا محمد. ماذا بك يا مرحب؟ ماذا بك؟ تعال تعال، حسوا بخبوط شديد. استند علي، تعال تعال لتستريح حتى يعود الأولاد. ستكون بخير إن شاء الله. تعال يا نوح، على مهلك، على مهلك يا نوح. استرح هنا، استرح. شفاء يا رب، شفاء. استرح، ستكون بخير إن شاء الله. ستكون بخير إن شاء الله. هذا الزنجبيل الساخن بالليمون وستكون بخير. هيا يا نوح، نوح 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 نوح. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سعيد بما أسمعه عنك يا محمد، ولكنني كنت أتمنى لو تعلمت اللغة اليونانية أو اللاتينية، ففي هاتين اللغتين علم غزير. كل هذه العلوم تنقل للعربية. اللغة العربية يا صاحبي هي أقوى لغة في هذا العصر. نعم نعم يا محمد، لقد ترجم المترجمون كتب اليونان والهند وفارس وغيرها من اللغات إلى اللغة العربية. هذا صحيح، ولكن تعلم اللغة يغنيك عن المترجمين. صدقت، صدقت يا أخي، ولكن اللغة العربية وما فيها من علوم لا تعطيني الفرصة لتعلم غيرها. وبالمناسبة لقد قرأت الفلسفة اليونانية بالعربية ولم أجد مشكلة. صالح، الحديث معك لن ينتهي، فلتسمح لنا بالرحيل حتى لا نتأخر عن أمنا والمعلم نوح. هيا يا محمد. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم سنلتقي إن شاء الله. مولاي الوزير، السلطان ملك شاه توقف بموكبي أمام قصركم العام، فلأذهب لاستقباله. إذن اهلا 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 بمولاي السلطان ملكنا المعظم. اهلا بوزيرنا. تفضل تفضل يا مولاي. اهلا اهلا. تفضل تفضل يا مولاي. لم اتي للضيافه، بل جئت في شيء اخر.
مرني بما تريد يا مولاي. سمعت أن في بلاطك شاباً من أعاجيب الدهر، اسمه محمد الغزالي. هذا صحيح يا مولاي. أريده في حاشيتي. ماذا؟ لما أخذت هكذا؟ لأنه عزيز علي. مهما كان قدره عندك أتمنعه عني؟ بل لا أمنع نفسي لو طلبته. إذن فأنا أنتظر، وأرجو ألا أنتظر طويلا. لن يتأخر عنك يا سيد البلاد، لن يتأخر عنك. محمد، يا محمد، لقد جاءك رسول من قبل الوزير نظام الملك وترك لك هذه الرسالة، ويقول إن الوزير يريد أن يلقاك في مدينة المعسكر عند عودته من بغداد. في هذه الظروف الصعبة أبلغه يا أحمد أنه سيجده عند عودته لمدينة المعسكر. لا لا يا أمي، لا، لن أتركك في هذه الحال. عمي نوح رحمة الله عليه كان غاليا عندنا، كان مثل أبينا تماما، يرحمه الله. اذهب أنت يا محمد واطمئن علي، فلن أكون وحدي، سيكون معي أخوك أحمد وزوجته شيرين. فاذهب أنت يا ولدي. ولكن يا أمي. دون لكن، اذهبا بسلامة الله. كل ما أريد أن تبعث لي بالرسائل حتى أطمئن عليكم. أكيد يا أمي أكيد، فلم يبق لنا في هذه الدنيا سواك أنت وأخي أحمد. قل لي يا محمد، بما سأبلغ رسول الوزير؟ أبلغ أنني سأكون في انتظاره. هيا هيا يا سودة، هيا يا حبيبتي، اذهبي لتعدي متاع السفر. كنت أود لو أبقى معك مدة أطول يا أمي. الأمر لله، سأعد المتاع. سفري، الحياة من بعدك لا طعم لها، طوسو أصبحت جحيما، كل شيء فيها يذكرني بك يعذبني. أحيانا أتمنى لو أن الله عجل بساعتي لأكون هنا لجوارك، لكني أعود لأتذكر أن لكل أجل كتابة، فلا تسقط غير دموعي. مريم، ومن غيري يأتي وراءك إلى هنا؟ ما الذي أتى بك إلى هنا لتكشفي سري؟ الحب. قلت لك ألف مرة إن قلبي قد مات. بل إن قلبك ينبوع من الحب، يفيض ويغمر الدنيا كلها. مريم، أرجوك اتركيني وحدي. صالح، مهما عاندت لن أتركك. أتعرف لما؟ لأني أحبك وأني مصرة على الفوز بك. مريم، لا تحاول، إن المسجد الذي تبنيه لأبيك قد أوشك على الانتهاء، وبعد أن ينتهي سنرحل سويا ولن نفترق. يا مريم، سأباشر العمل في المسجد بنفسي. افعلي ما تشاءين، المهم الآن أن تتركيني وحدي. سأتركك الآن فقط، لكنك لن تفر مني. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيب في منامك من خيال، فماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. سفري، إنها تحبك بعدك لا زواج.
لا رهبانية في الإسلام يا صالح. والحب باق، حبي لن تنساه أبدا. والوفاء آيته أن تقرأ الفاتحة كلما ذكرتني. صعب صعب، كل شيء في أوله صعب. سفري. هيا يا صالح الحق بها، وليكن زفافكما يوم اكتمال القمر. ستكون روحي حولكما طوال الوقت طوال الوقت. تزوجينني يا مريم؟ هيا بنا يا زين. الآن؟ الآن دون تردد. محمد. يا سيد محمد ويا غزالي، هل ستبقى نائما طوال النهار؟ اصحى يا حبيبي. دعيني يا سعادة، دعيني انال من نبع السعادة التي دخلت حياتي منذ دخولك إليها. لا، اكثر من هذا ستزهد نفسك فيه. هيا. لأي؟ إلى العمل. لا عمل عندي اليوم. وكتابك في المنطقة نسيته؟ وكيف أنساه؟ لكني أريد أن أستمتع ببعض الكسل اللذيذ. لا لا كسل، هيا انهض واصل عملك. هيا هيا يا حبيبي. أمري إلى الله. ستذهب إلى هذا العنوان لتسليم هذه الرسالة إن شاء الله. هيا. وماذا في هذه الرسالة لتضع عليها الشمع وتختمها بخطك؟ قلت لك لا تسأل. هيا انتظر. أجرك. هذا كثير يا مولاي. الحسن بن الصباح لا يبخل على رجاله. هيا أسرع بتوصيل الرسالة. ترى ماذا كتب هذا الرجل في هذه الرسالة؟ هل يمكن أن أحمل رسالة لا أعرف ما فيها؟ لماذا لا أفتحها وأقرأ ما بها؟ لا لا، يجب أن لا أخون الأمانة. لكن ماذا لو كان بها شيء سري يضر بالناس؟ فلأقرأها إذن. الثمر طاب على الشجر في بغداد، حان وقت القطاف، استخدم المنجل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معناه؟ إنني أشعر بأن وراء هذا الرجل شر، ولكني لا أدري ما هو. آه إن لو أقدر على كشف سره. تفضل يا شيخ محمد، هذا كوب من الزنجبيل المعتبر، اشربه وادعوني. أنا أدعو لك في كل الأحوال حتى بدون الزنجبيل. كيف تسير الأمور في كتابك عن المنطق؟ الحمد لله، لقد كدت أنتهي منه
إنني سعيد جدا بهذا الكتاب لأني أخاطب به العقل الإسلامي، فأنا أرى أن إحدى مشكلاتنا الكبرى في هذا العصر هي غياب العقل. أراك كثير الكلام عن العقل، أتؤمن بالعقل كل هذا الإيمان؟ أتظنين يا سعدة أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل دون فائدة؟ إنه وسيلتنا الوحيدة لمعرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ودونه لن ينصلح حالنا. السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. وعليكم السلام. جئناك يا مولانا لتحكم بيننا بالحق، فنحن نعلم أنك رجل فقيه لا تحكم إلا بالحق. تفضل. نعم يا مولاي، احكم بيني وبين هذا الكافر. بل أنت الكافر. بل أنت. لا 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 يجوز أن يكفر أحدكم الآخر. اجلس. ما الحكاية؟ فيما تختلفان؟ أنا يا سيدي رجل من أتباع فرقة المعتزلة، ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، فلا يمكن أن نصفه بما يوصف به البشر، فلا يمكن أن نقول إن له رجلا أو يدا أو إنه طويل أو عريض أو ما شابه ذلك، ولكن هذا الرجل. دعك من هذا الرجل، قل لي يا أخي، أتحب أن يكون لك ولد له طويل أو عريض ولا يد له أو رجل؟ لا. إذن كيف ترضى على الله ما لا ترضاه على ولدك؟ الله أكبر الله أكبر. أرأيت يا حضرة المعتزلي يا كافر. يا أخي لا يجوز أن يكفر أحدكم الآخر. أنا رجل يا مولاي أفهم القرآن على الشكل الذي جاء به، فإذا قال الله عن نفسه إنه سميع قلت إن لله أذنا يسمع بها، وإذا قال عن نفسه إنه بصير قلت إن لله عينا يبصر بها، وإذا قال يد الله فوق أيديهم قلت إن لله يدا، وإذا قال كل شيء هالك إلا وجهه قلت إن لله وجها، أليس كذلك؟ بل وأجمل الوجوه أيضا رغم أنف المعتزلة. قل يا أخي، أتحب أن تكون لك جارية ذات جسم متكامل ووجه جميل على هذا النحو؟ وهل يكره أحد هذا يا مولانا؟ ألا تخجل من نفسك؟ أتصف الله بما تصف به جاريتك؟ الله أكبر الله أكبر. أرأيت يا فالح، أنت أيضا لست على الصواب. يا إخوة الإسلام يا إخوة الإسلام، لا يجوز المسلم أن يكفر مسلما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كفر مسلما فقد باء بها، أي أصبح هو الكافر. ياه، إلى هذا الحد؟ لم أكن أعرف. ثم نأتي لوصف الله، هل رأى أحدكم الله؟ لا لا. إذن كيف تختلفان على شيء لم يره أحدكما من قبل؟ يا سادة، إن صفات الله سبحانه وتعالى تختلف عن صفات البشر، يكفي أن تعرف هذا واترك الخلاف لأهل الخلاف. والله يا مولانا لقد أفهمتنا وفتحت أعيننا. إنني أشعر بالخجل منك ومن هذا الرجل. غفر الله لنا جميعا، انصرف إلى حال سبيل. سلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل أغضبك هذا الخلاف؟ بل أخافني لدرجة الرعب. هداني الرجلان من أصحاب الحرف، أي من عامة الناس، ماذا يعرف كل منهما حتى يكون حكما على الآخر ويحكم بتكفيره؟ الدنيا مليئة بالغرائب. لا لا يا سعدة، الأمر ليس بهذه البساطة، لكن الآن لابد أن أفكر في أمر لم ألتفت إليه من قبل، إنه في غاية الخطورة. أي أمر؟ فرقة العالم الإسلامي، الشيعة والسنة على خلاف، السنة أنفسهم على خلاف، هذا شافعي وهذا حنفي وهذا من أتباع ابن حنبل،
ثم تأتي الفرق المعتزلة تختلف مع أهل الظاهر، والصوفية تقف في وجه كل هؤلاء لأنهم يرون لأنفسهم رأيا يخالف رأيهم. إننا نعيش مشكلة حقيقية ولكننا لا نشعر بها لأننا تعودنا عليها. للأسف كل ما تقوله صحيح. لقد كنت أرى أن علي أن أهتم بدعوة الناس للأخذ بالمنطق فحسب، ولكني الآن أرى أن علي أن أعيد التفكير، أن أفكر في مواجهة فكرة التكفير والفرقة بين المسلمين. قل له إن المنجل جاهز للحصاد. إن شاء الله إن شاء الله. أبلغه أيضاً أن الأمر أصبح صعباً بعد فتوى الإمام الغزالي، خاصة أن هذه الفتوى نزعت الفتين. تقصد الفتوى الخاصة بتحريم تكفير يزيد ورعنة؟ طبعاً، لقد كنا نقنع الناس أننا نحارب أتباع يزيد الكافر الذين قتلوا الحسين، لكن الأمر الآن اختلف بعدما قال الغزالي ما قال. سأبلغه بهذا، سأبلغه. هل يمكن أن يكون الحسن بن الصباح هو المسؤول عن هذه الفتن بين الشيعة والسنة؟ ولكن لما؟ ما هي مصلحته؟ إن لو أستطيع أن أعرف فيما يفكر هذا الرجل. إن لو أستطيع. مولانا الوزير، حمدا لله على سلامتك يا مولاي. سلمك الله، أهلا بك في مدينتك يا سيد الناس. شكرا شكرا. نتركك الآن لتستريح يا مولاي. جئنا لنهنئ بسلامة الوصول فقط. أيها الحاجب، إلينا بالغزالي حالا، أريده على الفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد جئت يا مولاي. أهلا أهلا يا غزالي. جئتك يا مولاي بهدية تليق بك. وأين هي هذه الهدية؟ كتابي الجديد في المنطق، تفضل. عظيم عظيم يا غزالي، تمنى علي. لا أتمنى عليك يا مولاي إلا أن تسلم للإسلام والعلم. بل لا بد لك أن تطلب. كرمك سابق يا مولاي. ما دمت لا تريد أن تطلب سأقدر أنا جائزتك. أيها الحاجب، أمرك يا مولاي. أمرنا للغزالي بمئة دينار ودابة يركبها وجارية. عفوا يا مولاي، لقد قبلت الدابة والدنانير، أما الجارية فأعفني منها. لم؟ لا أريد امرأة سوى زوجتي، فأنا لست من المهتمين بالنساء، وأرجو أن تعاونني على التفرغ للعلم. كما تشاء. هل رأى أحد أخلاقا مثل هذه الأخلاق؟ والله يا غزالي إنني شديد الحزن لأنك ستفارقني. أفارقك؟ إلى أين؟ ستكون في صحبة السلطان ملك شام. لكني لا أعرفه. أما هو فيعرفك وطلبك ضمن حاشيته. مولاي، لا داعي للكلمات، أوامر ملوكي لا ترد. لله الأمر. أعد نفسك للرحيل. بالمناسبة، قبل رحيلك نريد أن نحتفل بك. سنقيم لك غدا بإذن الله مجلسا يليق بك. إن شاء الله. شكرا لك يا مولاي. الشيخ الغزالي يرحل إلى بلاط السلطان، وتبقى أنت هنا في حاشية نظام الملك. ألف حسرة، ألف خيبة. هل ستندبين؟ طبعا سأندب. سامحك الله يا مولاي الحسن، لماذا لم تهبني للشيخ الغزالي؟ لا تذكري هذا الرجل أمامي مرة أخرى. بل لن أكف عن ذكره. يا غبية، إن رحيل الغزالي معناه أن تخلو الساحة لي. أية ساحة؟ ساحة الوزير؟ لا يا حبيبي، أنا لا أرضى إلا بقصر السلطان. أنت لست أقل من الغزالي لتبقى هنا ويذهب هون. وماذا بيدي لأفعله؟ بيدك الكثير. لماذا لا تذهب للوزير الآن وتستعطفه؟ قل له أي شيء، افعل أي شيء حتى يرسلك معه.
ولكن يا نجلاء. دون لكن. اذهب. هيا اذهب. اطمئن يا علي، ستذهب مع الغزالي. صحيح يا مولاي. ستكون المسؤولة عن تنظيم الأمسيات في بلاط السلطان ملك شاه. أيرضيك هذا؟ ولا أطمع في شيء أكثر من هذا، ولكن هناك شرط. وما هو هذا الشرط؟ أريد أخبار الغزالي أولا بأول. نعم. ألم تسمع؟ أتريد مني أن أكون جاسوساً؟ لا داعي لهذه الكلمات الكبيرة. خذ الأمر ببساطة، الغزالي خصمك وخصمي، لماذا لا نتعاون معاً لننتصر عليه؟ هل ستتعاون معي أم أتعاون مع أحد غيرك؟ سأتعاون يا مولاي، سأتعاون. اذهب الآن إذن واستعد للسهرة، فالمجلس اليوم سيكون حافلا. أيها السادة، الليلة الشيخ الغزالي ضيف، وواجب الضيف إكرامه، فبما تنوون إكرامه؟ أقترح أن يكون هو المتحدث الرئيسي خلال السهرة، وأن توجه إليه الأسئلة ليجيب عليها. ما رأيك يا غزالي؟ لا تسمع لهذا الرجل، هذا فخ منصوب. أعلم يا مولاي، ولكني سأجعلهم لا ينسون هذه الليلة أبدا. إنني أوافق يا سادة أن تسألوا ما تشاءون. فليبدأ الأسئلة علي. لا لا، ليست لدي أسئلة الليلة. إذن فلتبدأ أنت يا عالمنا الجليل. لا مانع لدي، وسؤالي بسيط للغاية. تفضل. نريدك أن تشرح لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. أتعرف يا مولاي ماذا يريد مني هذا الرجل؟ يريد أن يتهمني بالكفر. ماذا؟ كيف عرفت؟ يا مولاي أنا خبير بقضايا علم الكلام. إذن اعتذر عن الإجابة إن شئت. لا لا يا مولاي، أنا لا أنسحب أبدا، وسترى ما أفعله. يا غزالي، أنا في انتظار أن تشرح لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. توكلنا على الله. يا سادة، هل فيكم أحد من أهل الظاهر؟ أنا ظاهري. قل لي أخي، ما رأيك في الاستواء على العرش؟ نحن أهل الظاهر نفهم القرآن كما يبدو من ظاهره، فإذا قال الله تعالى عن نفسه إنه استوى على العرش، قلنا إنه عرش حقيقي والاستواء حقيقي بمعنى الجلوس. ألا ترى يا أخي أن الجلوس على العرش يعني أن لله جسما؟ ها؟ ألا ترى أن الجلوس بالجسم لابد أن يكون في مكان محدد وفي جهة محددة؟ لقد طلبنا منك أن تشرح لنا الآية، لا أن تستفسر منا عما تريد. شرح الآية قادم يا سيدي، فلا تستعجل. يا سادة، هل فيكم أحد من المعتزلة؟ أنا. عظيم. قل لي يا أخي، ما رأيك في قول صاحبنا الظاهري الذي يأخذ الآيات بظاهرها؟ هذا كفر صريح، لأنه تجسيم لله، وسبحانه وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء. أتكفرني يا معتزلي؟ بكل تأكيد. بل أنت الكافر، لأنك لا تجعل كلام الله مسلما به. بل أنت الكافر. كفى كفى يا أهل العلم، كفى صراعا وتكفيرا. لقد جئنا هنا لنبحث ونتفق في الدين، لا لأن يكفر بعضنا بعضا.
أصبت يا مولانا، لكني أردت أن أبين لك أن الذين طلبوا مني شرح الآية ما أرادوا إلا تكفيري. هذا هروب يا غزالي. مثلي لا يهرب، ولكني أولا أردت أن أبين عدم الاتفاق بين الفرق. لذلك أقول، لماذا لا نترك المسائل الخلافية التي تمزق الأمة ونبحث فيما يفيد الناس؟ لماذا لا نترك الحديث عما لا نعرف مثل الجسمانية ونتحدث فيما نعرف؟ أنت مصر على الهروب إذا؟ قلت لك يا سيدي مثلي لا يهرب، ولأتحدث عن الآية. سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف أي كيفية الاستواء مجهول، والسؤال عن هذا بدعة. هكذا قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها. الله 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 الله. أكمل أكمل يا محمد. والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار. نقول استوى الرجل على ظهر دبته، أي استقر. وسئل أبو عبيد عن قوله استوى على العرش فقال: استوى أي علا وارتفع. ورأيي أن علو الله وارتفاعه هو علو مجده وصفاته وملكوته، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو سقف البيت، وهو اسم لمكة، وهو أيضا الملك والسلطان. وربما كان هذا هو المقصود بالعرش في هذه الآية، والله أعلم. الله الله الله. مدهش يا غزالي، هكذا فليكن العلم. الله الله يا غزالي، والله إنه لا يعز علي فراقك، ولو أن الذي طلبك غير السلطان ملك شاه ما وافقت على أن تغادرنا أبدا. أدعو لي بالتوفيق يا مولاي. وفقك الله يا غزالي، وفقك الله يا ولدي. الله الله الله. والعين يعانقها الوسن، يا هذا الداعي أيقظنا ثانية، فالعالم محن وقرانا حاصرها جدب، وانشغلت بالفوضى المدد، العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجب. ضربت في البحر السفن، يا هذا الداعي ساعدنا، قد دب بساعدنا الوهن. اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن، اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحسن. شام تبدو أو يمن، اكشف برؤاك لنا الآتي، نحن ببلوانا نمتع.
حلو جدد دعوتنا للمولى جددها تنصرف الإحن نرجع لله من المنفى.